لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى بأثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دورتنا المباركة في شرح التوحيد، وما زلنا مع توحيد الأسماء والصفات ومع قواعد توحيد أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. وقلنا قد ذكرنا أن هذه القواعد تنقسم إلى ثلاث قواعد: تختص بالأدلة وكيفية التعامل مع أدلة الأسماء والصفات، وقواعد تضبط توحيد أسماء الله عز وجل الحسنى، وقواعد تختص بباب الصفات. وذكرنا من قواعد الأسماء، أسماء الله تعالى، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن مداها، وبينا معنى هذا بأن كل اسم من أسماء الله عز وجل دال ومتضمن لصفة مدح وكمال للرب تبارك وتعالى. كما ذكرنا أن القاعدة الثانية هي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وبينا أنها أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وما تضمنته من صفات الكمال والجلال لله عز وجل. وقفنا عند القاعدة الثالثة، وهي أن أسماء الله تعالى منها ما يدل على وصف متعد ومنها ما يدل على وصف غير متعد. فالاسم الذي يدل على وصف متعد يتضمن ثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، لأنه اسم ثابت في لله تبارك وتعالى في القرآن أو بحديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء يدل عليه الاسم الذي يدل على وصف متعد يدل على ثبوت ذلك الاسم، ثانيا ثبوت الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ثالثا ثبوت حكم هذا الاسم وهذه الصفة ومقتضاها انتبه معي، من عندي الاسم اللي بيتضمن وصف متعد بيدل ثلاث دلالات: أولا ثبوت هذا الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي يتضمنها، انتبه معي، ثبوت حكمها أي حكم هذه الصفة ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمقتضى هذين الاسمين الغفور الرحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. انتبه معي، لماذا؟ لأنهم قد تابوا قبل أن يقدر عليهم، تابوا قبل أن يتمكن الإمام منهم، هم تابوا. فمقتضى هذا، مقتضى هذين الاسمين أن تكون هذه التوبة قد أسقطت عنهم الحد كذلك. يبقى ثبوت الاسمين غفور رحيم، طيب ثبوت الصفتين اللتين يتضمنهما هذان الاسمان، صفة المغفرة والرحمة، ثبوت حكمهما ومقتضاهما وهو إسقاط الحد عمن تاب قبل أن يقدر عليه. انتبه معي، طيب.
وما يدل على وصف غير متعد يتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم وثبوت الصفة. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي كاسم لله عز وجل، إنه من أسماء الله الحسنى، ويتضمن هذا إثبات ثانيا يتضمن إثبات صفة الحياة لله عز وجل. يبقى أنا عندي إن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما يتضمن وصف يدل على وصف متعد، وده قلنا في الحالة دي بيبقى هذا الاسم له 3 دلالات: الأولى ثبوت الاسم، الثانية ثبوت الصفة، الثالثة ثبوت حكمها ومقتضاها كما بين. طيب، والذي يتضمن وصف غير متعد أو يدل على وصف غير متعد بيتضمن أمرين: أولهما ثبوت الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي يتضمن. طيب، القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل، تابع معي، تكون 3 دلالات: اللي على الذات والصفات بالمطابقة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. تعالوا يا جماعة نتعرف على ال3 دلالات. هي دلالة المطابقة ما هي؟ دلالة التضمن ما هي؟ دلالة الالتزام ما هي؟ أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على كل معناه. يعني عندنا أنواع الدلالات تكون كالتالي: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام، و3 دلالات ثابتة لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. يدل دلالة مطابقة، احنا قلنا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، على كل معناه، يبقى كده مطابق، يدل مطابق. يعني مثلا البيت اللي هو المنزل، دلالة المطابقة فيه انه بيدل على البيت كله، البيت بما فيه من حوائط وابواب وغرف دلالة مطابقة على كل المعنى. طيب، ودلالة التضمن انه يدل على الابواب، يدل على الحوائط، ان دي داخله فيه تضمنا، اي بيتضمن ابوابا، المنزل او البيت يتضمن ابوابا. يبقى دلاله المطابقه دلالته على كل اجزائه، اسمها دلاله مطابقه، لدلاله اللفظ على كل معناه. دلاله التضمن على جزء من المعنى، جزء الحوائط جزء يدل على تضمنا، الابواب جزء يدل على تضمنا، دلالة تضمن جزء المعنى. دلالة التزام هي الدلالة على ما يلزم من هذه، زي ايه؟ يدل على ان هناك من بنى هذا البيت، يدل على ان هناك نجارا صنع هذه الابواب، هكذا، دي دلالة التزام. طيب، الكلام ده فائدته ايه بالنسبة لما نحن بصدد من كلام عن دلالات الاسماء الحسنى؟ نفس الكلام، يدل دلالة الاسماء الحسنى تدل دلالة مطابقة على الذات الإلهية، الرحمن هو الله، الرحيم هو الله عز وجل. طيب، ودلالة التضمن يدل الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى على تضمن صفات الكمال والجلال، الصفة التي يتضمنها، لدلالة التضمن. التواب صفة التوبة، أنه يتوب على عباده. الرحمن صفة الرحمة. يبقى الرحمن دلالة مطابقة إن هو الله عز وجل، دلالته على الذات. طيب، ودلالة التضمن ثبوت صفة الرحمة يتضمنها هذا الاسم. طيب، ودلالة الالتزام على الحياة، الرحمن يكون حيا تبارك وتعالى، على العلم، على الحكمة، حكيم، على القدرة، على إيصال قدرته، على إيصال الرحمة إلى المرحومين تبارك وتعالى، والعلم على استحقاق هذه، من يستحق هذه الرحمة ممن لا يستحقها، انتبه معي. يبقى إذن بيدل أسماء الله الحسنى تدل 3 أنواع من الدلالات، إيه هما؟ قلنا دلالة تضامن مطابقة، تضمن، التزام. كل اسم من أسماء الله الحسنى له 3 دلالات، له 3 دلالات، انتبه معي، 3 دلالات.
اسم الله عز وجل الغفور دلالة المطابقة أنه هو الله، تدل على الذات، دلالته على الذات الإلهية. دلالة التضمن يتضمن صفة المغفرة. دلالة الالتزام العلم والحكمة، عليم بمن يغفر له تبارك وتعالى، بمن يستحق المغفرة ممن لا يستحقها عز وجل، وهكذا. يبقى عندنا دلالة أسماء الله الحسنى على الذات والصفات ثلاثة أنواع من الدلالة، أي هما؟ المطابقة والتضمن والالتزام، وقد بينت هذا. القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. انتبهوا ازاي الكلام. عندنا أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. انتبه معي، لأن الله يعني احنا ما طب ما تقول لي طب ما هو عندنا حديث إن لله 99 اسما، ما هو 99 هم اسما، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسما من أحصاها، هذه التي أعلمنا بها تبارك وتعالى، أعلم خلقه بها. طب إيه اللي خلانا قلنا إنه مش محصور في 99؟ حديث آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وده حديث صحيح أهو، فدل عليه إن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب امال 99 هذه التي اعلم الله عز وجل بها خلقه تبارك وتعالى. يبقى اسماء الله غير محصوره بعدد معين. طب ومعنى احصاها دخل الجنه، اي حفظها وعلم معناها وتعبد لله عز وجل بها. دي مراتب الاحصاء، اللي هي أول مرتبة إحصاء الألفاظ وعددها، إن الإنسان يجتهد في حصر هذه الأسماء من كتاب الله وسنة رسوله من القرآن والسنة، يجتهد، وده أمر اجتهادي، عايزين ننتبه لهذا. أسماء حصر الأسماء الحسنى أمر اجتهادي، يعني أخفى الله، لم يرد نص بهذا الحصر، وأخفى الله علما ليجتهد الناس في حصر هذه الأسماء في دراسة الكتاب والسنة وتأمل أسماء الله، عشان زي ليلة القدر أخفى الله ما حصل في العشر الأواخر بدون تحديد، ليجتهد الناس طيلة العشر نفس الكلام، ليجتهد الناس في تدبر القرآن والسنة والوصول. لكن يبقى لا يوجد حاجة اسمها إنك أنت فلان حصر الأسماء ومحاولة غيره زي ما البعض ادعى، لا، هذا كلام ليس في محله. وذلك اختلف أنظار العلماء وجاءت محاولات اجتهادات عديدة عن السلف. طب معي، والموجود في حديث الترمذي ادراج، ادراج وليس مدرج وليس مرفوع، لا يصح مرفوعا، انتبه. ف غير محصور، قلنا اذا ليست منحصره في 99 لورود النص واساله كل اسم استاثرت به في علم الغيب عندك. طب معي، وبينا يبقى ال 99 هذه اللي من احصاها، يعني دي المعلومه موجوده في الكتاب والسنه، فمن اجتهد في حصرها وعدها وحفظها وعلم معناها، ودي المرتبة الثانية العلم بمعانيها ومدلولاتها، المرتبة الثالثة دعاء الله بها وتعبده بمقتضى أسمائه وصفاته، تعبد لله بأسمائه الحسنى. طب معي، يعني إيه التعبد لله بأسمائه الحسنى؟ يعني طب اسم الله العليم تحفظه وتعرف أدلته ومعناه وتضمنه، انه متضمن لصفه العلم الازلي الابدي للرب عز وجل الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذره في السماء ولا في الارض. طيب التعبد بقى ازاي؟ مرتبه التعبد انك تستحضر هذا العلم، فتحذر ان تعصي ربك او ان تخالفه، لانه يعلم سرك ونجواك ومطلع عليك تبارك وتعالى، فتراقبه في السر والعلن، وهكذا بالسميع والبصير وسائر اسماء الله. وهذا التعبد لله باسماء، وسياتي سنفرده بحلقه خاصه، هو اعظم ما يورث قلبك الخشيه والمراقبه لله في السر والعلن، حينما
يستقر في قلبك العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتستحضر هذه هذا العلم وتتعبد بالله به، تراقبه في السر والعلن تبارك وتعالى. تبوا عباد الله. طيب، القاعدة الثالثة: من الأسماء الحسنى ما يطلق على الله عز وجل مفردا ومقترنا، ومنها ما لا يطلق إلا مقترنا. تبع معي أهو، من أسماء الله الحسنى ما يطلق على الله مفردا ومقترنا، ومنها ما لا يطلق إلا مقترنا. ما يطلق إلا مقترنا. تبع معي إزاي؟ أسماء الله تبارك وتعالى منها ما يطلق مفردا ومقترنا بغيره، وده غالب الأسماء: القدير، السميع، البصير. ممكن تقول السميع بدون ما تقترنه بأي اسم آخر. البصير، العزيز، الحكيم. تبع معي، يسوغ أن تطلقه على الرب مفردا، وياتي مقترنا: يا غفور يا رحيم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم. تبع معي، فياتي ايه؟ فياتي مفردا ومقترنا. طيب، لما بياتي مقترن، نعم، بيبقى زياده ثناء وزياده تضمن على الاقتران ايضا عن كونه مفردا. لما يقترن اسم مع اخ بيبقى في زياده معنى، زياده ثناء، زياده تضمن. لما نقول العليم الحكيم، جمع بين العلم والحكمه. الغفور الرحيم بين الرحمه والمغفره. العزيز الحكيم بين العزه والحكمه، وهكذا. طيب، ومنها ما لا يطلق الا مقترنا بغير، زي النافع الضار، المعطي المانع. تبع معي، المعز المذل، العفو ليه؟ لانه لو اطلق هذا الاسم بغير اقترانه اخبارك بالمضاد، لا، لاوهم ذلك نقصا، فكان الكمال مقتضيا لان تقرن هذا الاسم بمقابله. تبع معي، انه كما يعطي يمنع، وكما يخفض يرفع، وكما يعز يذل تبارك وتعالى. فإذا هناك من الأسماء ما يطلق مفردا، وهناك ما يطلق مقترنا. طيب، القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى توقيفية. أسماء الله عز وجل توقيفية. وهذه يعني إيه توقيفية؟ يعني ينبغي الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة. فلا يسمى الله عز وجل إلا باسم سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. طيب، هتأتي هنا مسألة، وهي مسألة حصل فيها خلاف، والخلاف يسوق فيها، وخلاف موجود بين السلف، وهي مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات. تبع معي، وهل هذا يخالف التوقيف؟ يعني هل الذين قالوا بجواز الاشتقاق بشروطه وضوابطه، هل هذا يخالف التوقيف؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها وبين السلف، ومنهم من ذكر أسماء لم ترد في الكتاب والسنة مشتقة من أفعال الرب أو من صفات الرب تبارك وتعالى. انتبه، لكن هذا الاشتقاق لابد أن يكون كما قلت ما يعني منضبطا بضوابطه. إيه هي هذه الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها؟ أولا، أن يكون المعنى صحيحا. ثانيا، أن يكون دالا على الكمال. ثالثا، لا يوهم نقصا بوجه من الوجوه، ده معنى يعني بالغ في الحسن مداه. يعني لا له بجواز الاشتقاق، هو فريق من السلف، والخلاف خلاف معتبر بينهم، ان اشترطوا ان يكون هذا الاسم معناه صحيحا دالا على الكمال، لا يوهم نقص. زي ايه؟ احنا عندنا الوارد الستير. طيب، الستار لم ي... لكن هل صفه الستر اذا ثابته للرب تبارك وتعالى؟ لكن هل يوم بعضهم قال طب ما المنع ان يكون الستار؟ لانه فعال بالغ في الحسن مداه، ويدل على صفه الستر والكمال، مش ساتر، ما ساتر دي يعني حاجز ما تنفعش. قالوا ما المانع منها؟ ما هي ستير صيغه مبالغه، وستار صيغه مبالغه، فعال ودي فعيل، طب ما هي دي مبالغه ودي مبالغه. فقالوا هذا، لكن لو كان فقد اي شرط من هذه الشروط لا يصح،
زي ايه؟ زي الزارع لا يسمى الله عز وجل به ولا يشتق، مع انه هو مذكور في قول انتم تزرعون ام نحن الزارعون، لان في السياق ده كمان تذكره بالسياق ده، لكن لا تاتي باسم مشتق تطلقه مفردا. ليه؟ لان الزارع مش كمال مطلق تفرد به الرب يعجب الزراع ليغيظ بالتبه معي، فايضا الزارع يطلق على، لكن في السياق ده كمان انتم تزرعون نحن الزارعون كمان، اي الزارع حقيقه هو الله الذي ينبت الزرع من الارض تبارك وتعالى ويرعاه. واضح؟ فيبقى عندي لابد من وجود الذين قال فريقان منهم من قال لا ما فيش اشتقاق ونقف عند حد الوارد، ومنهم من قال في اشتقاق وذكروا هذا عمليا في اسماء كثيره وردت موجوده وليست وارده في نصوص ذكرها السلف، قالوا بس بشروط، معنى صحيح كمال مطلق من كل وجه لا نقص في وجه من الوجوه. اكتفي بهذا القدر.